السلام عليكم بالمتتبعين ديالي في القناه، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم هنايا؟ كنتمنى ربي تكونوا على خير ان شاء الله، ونلقاكم في الفيديو ديال اليوم بخير وعلى خير. اليوم مع الوصفه الجديده ومع نهار جديد، غادي نشارك معكم ان شاء الله طريقه تحضير هذا الكيك بالبسكوي. كيجي زوين وسريع طريقه التحضير، ما كياخذش منا يعني منا الوقت اطول. اول حاجه بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير اللي عندنا البنات، عندي ثلاثه الباقيات ديال البسكوي، يعني المطحون بيمو يعني الهرنيس مطحون، زائد واحد الكيس ديال الشوكولا، بودره ديال بودره الكاكاو. هنا في الطبسيل هذا وضعت ليمون ديال الحلوه اللي غادي نفرغ فيه الخليط ديالنا، الحشوه ديالنا بعد ما غادي ان شاء الله نحضروها بالطريقه هذه، كيجينا ساهل ملي غادي نزولوه. اول حاجه عندنا البسكوي يعني مطحون، زائد الزبده دايبه. بالنسبه للزبده البنات، راني ما يعني ذوبت الزبده وصافي ما عبرتش، غادي نستمر باضافه الزبده حتى نحصل على واحد الخليط اللي يكون متمسك اللي غادي يتجمع معايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا، استمرت يعني استمر باضافه الزبده. بعد كنضيفوا الكيس ديال الشوكولا، بودره الكاكاو هو اللي غادي يعطينا اللون البيمو لهاد الهرنيس هذا، وصافي. من بعد ما كنخلطوا الحشوه ديالنا، كنخلطوا المقادير والمكونات مع بعضها بالطريقه هذه بهذا الشكل هذا، ثم كنفرغوا كل شيء في الليمون ديالنا ديال الحلوه اللي غادي ندخلوه يعني المبرد باش يتماسك ويشد فراسو. كنحاول هكا انا هي في هذه اللحظه كنحاول نقاد ليه الجوانب مزيان بهذا الشكل هذا. بعد ما غادي يعني نفرغوا عليه الكريمه ديالنا كطبقه ثانيه، يجينا مقاد. كنحتفظوا بالبسكويت ديالنا في يعني في المبرد بما نوجدوا الكريمه ديالنا كطبقه الاولى. هنايا البنات انا غزالت كطبقه الاولى ديال الكريمه ديالنا. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه ديالنا، اول حاجه عندي جوج ملاعق كبارين ديال النشا، زائد 3 ملاعق ديال السكر كلاصي، ثم عندنا واحد باكيه ديال الفلون بنكهه الفاني فانيلا، ومن بعد عندنا جوج كيسان عامرين ديال الحليب. فهاد اللحظه هذه كنخلطوا، غادي نخلط المكونات ديالي بالدرب اليدوي بهذا الشكل هذا، ثم كنضيف الحليب بهذه الطريقه هذه. من بعد كنخلطوا كلشي، من بعد كيجي الدور ديال الطياب ان شاء الله. غادي نوضع الكسرونه ديالي فوق النار فوق البوطه باش نطلعوا الكريمه ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا في هذه اللحظه هذه بدات كطيب الكريمه ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا حاولوا انا كنت نقصوا عليها البوطه. هنايا غادي نستمر بالتحرك حتى نطلع الكريمه ديالي بالطريقه هذه، بدات كطيب. من بعد ما كطيب كنوضعها في البوطاج، هذا هو الشكل ديالها النهائي. هنايا بدات كتبرد شويه ماشي بزاف، المهم باقا سخونه. رغم ذلك غادي نفرغها، يعني غادي نضيفها على البسكويت ديالنا بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. كتجي روعه البنات، جربوها، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم بهذه الطريقه هذه، كتجي داك الشرفي يا سلام. ثم كنربطوا يعني الليمون ديالنا المبرد بما نوجدوا الكريمه الثانيه ديالنا كطبقه الاخيره البنات. اما بالنسبه للمقادير المكونات ديال الكريمه ديالنا كطبقه الاخيره، اول حاجه عندي معلقه كبيره ديال النشا، معلقه زائد معلقه كبيره ديال السكر كلاصي. بعد ضفت واحد الشاشيه بنكهه الشوكولا ديال الفلون، ثم كنخدموا الكريمه ديالنا بالماء بكاس ديال الماء عامر، ثم كنخلطوا يعني كنخلطوا المكونات مع بعضها بهذا الشكل هذا. من بعد كنوضعوا الكسرونه ديالنا فوق البوطه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنطلعوا يعني كنطلع الكريمه ديالي بنفس الطريقه باش طلعت يعني باش خدمت الاولى، كنخدم بها الثانيه. هنايا في هذه اللحظه هذه راه طابت وطفيت عليها البوطه. من بعد ما طابت الكريمه ديالنا كنزولها فوق النار. هنايا في هذه اللحظه هذه وضعتها فوق البوطاجي وضفت ليها واحد الكيس ديال الفاني بالنسبه للنسمه، المهم نسمناها نسمنا الكريمه ديالنا بالفاني. ثم كنحرك المكونات مع بعضها بهذا الشكل هذا، ثم كنفرغوا على البسكويت ديالنا على التورته ديالنا اللي وضعنا في المبرد. وفضل اللحظه هذه بعد ما فرغنا يعني بعد ما ضفت الكريمه ديالي كطبقه الاخيره، فضل اللحظه هذه يعني زوقتها باوريو ديال الشوكولا
بعد ما هرمشته مع حبيب ديال الشوكولا باللون البرتقالي. بالنسبه للزيت كيبقى لكم الاختيار نتوما، اما انا ذوقتها بهذه الطريقه هذه، نتوما كتذوقها بالشكل اللي بغيتو بالشكل اللي حبيتو نتوما. ما نخافش عليكم البنات، تبارك الله عليكم ما شاء الله، كاع عندكم الابتكارات ديالكم على حسب بالنسبه للزين ديال الكيك والحلويات. هذا الشيء اللي كان، اما انا شاركتها معكم الطريقه ديالي البسيطه جدا، هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما بردت مزيان يكفي انكم يعني تخلوها تبرد مزيان واحد تقريبا ساعه ساعه ونص، من بعد كنخرجوها كنقدموها بالصحه والراحه مع وليداتنا. اما بالنسبه للبسكوي جا مقرمش، جا بني بزاف، الكريمه حتى هي جات لذيذه، يا سلام ما نقولش لكم، فوق فوق من رائع ما شاء الله، يا سلام جات روعه. جربوها الغزاله تردوا عليا ان شاء الله في الكومنتات كيفاش جاتكم، فاكيد انها غادي تعجبكم بهاد المكونات يعني بسيطه جدا ومقادير سهله ما فيهاش بزاف وسريعه في التحضير. ما تنساوش الاشتراك واللايك باش تعلق زوين ما عندكم، وبالصحه والراحه، بسلام عليكم.